السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وانا سعادة كده. فيديو النهاردة يا جماعة بإذن الله احنا هنتكلم فيه على تفسير الفستان في المنام بكل انواعه، سواء فستان زفاف او فستان غير فستان الزفاف. في البداية يا جماعة قبل ما ابدأ في ذكر التفسير اجمالا، يا ريت لو انت جديد في القناة تشترك معايا في القناة، ولو انت معانا في القناة تضغط على زر اللايك وتدعو لنا كده بالتوفيق، ونبدأ على طول يا جماعة في ذكر التفسيرات. في البداية يا جماعة لازم اقول لكم ان الفستان بشكل عام قال عنه اغلب المفسرين ان الفستان لو كان فستان زفاف فهو بشكل عام بيرمز الى الفرحة والسعادة الذي ينتظرها بهائي. فلو انت شفت فستان زفاف فاعرف ان الفستان ده بيرمز ان في فرحة او سعادة انت بتنتظرها، ده بشكل عام فستان الفرح. اما الفستان العادي فهو يرمز الى رغد العيش. يعني ايه رغد العيش؟ يعني بيرمز الى الحياة الهنيئة المستقرة، السعادة، الفرحة، السكينة، الاستقرار في المعيشة، الرزق، فكل ده يا جماعة. فبالتالي ناخذ من هذا الكلام يا جماعة ان كل تفسيرات الفستان ما دام كان شكله عادي كلها بفضل الله تفسيرات محمودة وتدل على الخير الكثير. اما لما نيجي نفصل بقى يا جماعه ونتكلم على الفستان، هنتكلم دلوقتي يا جماعه باذن الله على تفصيلات رؤيه الفستان في المنام. فلو رات الفتاه العزباء ان هي بتلبس فستان زفاف في المنام فهذا المنام يدل بشكل قاطع انها ستتزوج قريبا. فاي فتاه عزباء مهما كانت ترى نفسها لابسه فستان زفاف، لبست فستان زفاف، ده معناه يا جماعه ان هي هتتزوج قريبا جدا. اما اذا رات المتزوجه انها تلبس الفستان سواء فستان زفاف او غير فستان الزفاف، رؤية المتزوجة نفسها تلبس فستان، هذا المنام دليل على ثروة طائلة ستنالها هذه السيدة. فأي فتاة متزوجة تشوف نفسها لابسة فستان أو تشوف نفسها اشترت فستان وتكون متزوجة في الحقيقة مش مطلقة، لو متزوجة تعرف على طول يا جماعة. وعلى فكرة العزباء زي المطلقة عندي، يعني لما بقول تفسير العزباء هو زي المطلقة. أما المتزوجة يا جماعة زي ما قلت لكم فتعرف على طول بفضل الله إن في رزق ومال كتير جدا 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 جاي لها في الوقت القريب لو رأت نفسها بتلبس فستان أو هي لابسة فستان. أما لو أنا رأيت الفستان بس ما لبستهوش، يعني مثلا فتاة كانت معاها فستان مثلا عزباء شافت في الحلم إن هي معاها فستان بس ما لبستهوش، ما لحقتش تلبسه، أو شافته من بعيد وكان نفسها تلبسه وما لبستهوش، رؤية الفستان عدم ابتدائه في المنام يا جماعة هذا المنام يدل بشكل قاطع على تخبط الحالم وعدم استقراره في حياته، ان هو متخبط ومعندوش عدم اتزان ومعندوش عدم استقرار، فهو بيرمز لبعض المشاكل والهموم اللي هتصيب الحالم. اسال الله ان ربنا يخرجه من هذه المشاكل وهذه الهموم. اما رؤيه الفستان الواسع في المنام فهذا يدل على خير واتساع في الرزق. لو حد حلم ان هو لابس فستان بس الفستان كان واسع عليه او كان كبير عليه، الفستان الكبير عليا او الواسع عليا ده معناه اتساع في المعيشه واتساع في الرزق وخير كتير جدا هيناله الرائي. لو حد شاف الفستان كان متسخ او كان شكله وحش او ما كانش شكله حلو، ده معناه يا جماعه هم وحزن هيصيب الحالم، فربنا يسلمه باذن الله من كل شر. اما لو كانت فتاه سواء متزوجه او عزباء شافت ان هي في فستان او فستان بتاعها ضاع منها او اي ملابس عموما ضاعت منها، لو حد حلم ان في فستان ضاع منه ده معناه يا جماعه مشاكل هتحصل في المنزل الخاص بهذا الشخص. فلو فتاه متزوجه حلمت ان في فستان ضاع منها ده معناه ان في مشاكل هتحصل في المنزل بتاعها. اما الفتاه العزباء لو شافت الفستان ضاع منها ده معناه ان في مشاكل هتحصل ايضا في منزلها مع والدها مع والدتها في المنزل عموما. يعني نختم بقى يا جماعه ان لو حد شاف ان هو اشترى فستان، اشترى الفستان امتلكه، لو حد حلم او اي فتاة حلمت ان هي اشترت فستان ده معناه ان هي هتحقق شيء كانت بتتمناه وبتحلم بيه، ده اكيد باذن الله سواء متزوجة او عزباء. فاي فتاة يا جماعة ترى ان هي اشترت فستان ودفعت فلوسه او حتى ما دفعتش بس عرفت تجيب فستان وكان ملكها اشترته، هي شافت نفسها وهي بتشتريه مش شافتش نفسها معاها، لا اشترته، لو هي شافت نفسها في الحلم ان هي اشترته زي ما قلت لكم يا جماعة المنام ده مبشر جدا يدل على انها ستصل لشيء تتمناه بشدة. وبكده يكون التفسير خلص يا جماعة، أتمنى لو التفسير عجبكم كده تدعوا لنا كده بالتوفيق، وربنا يا رب يوفقكم ويوصلكم لكل أحلامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.